محمد بن سدره. شكرا سيد الرئيس. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، احييكم واحيي الاخوه الضيوف. والحقيقه كي ندخل مباشره في موضوع الماء، نحن على تواصل مع شريحه ذوي الدخل المحدود او معدومي الدخل بالاصح، وقد تجذبتهم الاطراف والصناديق وحتى وجدوا انفسهم لما يقرب تقريبا الان من 20 شهرا بدون مرتب، بناء على قوانين ألغيت وبناء على ما قيل في قصة الإنماء وفي قصة المحافظ وغيرها. نحن الآن أمام شريحة منعدمة تماما من حيث الدخل المادي، يتواصلون معنا يقدمون الشكاوى، وقد وصلتني بالأمس مذكرة سأقدمها لسيادتكم وللسادة الإنماء حتى نصل إلى حل من شأنه أن ينصفهم. نحن الحمد لله قد طوعنا القوانين لما تقتضيه الشريعة، وبالتالي العدل ورفع الظلم هو من مقاصد هذه الشريعة. فنحن الآن مسؤولون على هذه الشريحة أمام الله سبحانه وتعالى، ثم أمام القانون، وكذلك أمام التاريخ. ما نريد أن نعرفه حول هذه الشريحة هي 3 قضايا أود أن أجملها في هذه النقاط. أولاً، ملابسات تأخير مرتباتهم. ثانياً، الحل المتوقع لتسديد مستحقاتهم. ثالثاً، الخطة المستقبلية لانتظام وصول المرتبات إلى مستحقيها. ثم أنهم يتحدثون عن الظلم الذي وقع عليهم بصدور القانون ربما 25 الذي ينص على إلغاء هذه قصة المحافظ نظرا لكونها وهمية وإحالتهم إلى الجهات الأخرى. لكن هذا الآن نحن معنيين، والمواطن وهؤلاء الناس المتضررون معنيون بوصول مستحقاتهم. فنرجو من السادة الفضلاء أن يبينوا على الهواء مباشرة ما حصل وما الذي سيحصل وما الحلول الآن العملية. الناس ينتظرون وعاجزون عن سداد اي شيء على الاطلاق. وشكرا سيد الرئيس. شكرا استاذ محمد، بارك الله فيك. استاذ درغوت شكري شكشوك، مدير عام الاداره العامه للتضامن والتنميه الاجتماعيه، لو تكرمت، او واحد النظراء اللي ترى في توضيح هذا الموضوع والاجابه عنه. من؟ نعم تفضل. او مدير عام الدكتور صلاح، دكتور صلاح الدين نور الدين، مدير عام صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي. السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الواقع أن يعني يشعر الإنسان بألم كبير تجاه هذه الشريحة اللي حضرتك تكلمت عليها، ولكن اسمحوا لي ب5 دقائق مش هناخد من وقتكم كتير. لازم نرجع أن هذه ما هيش الواقع مرتبات. هنرجع باختصار شديد لصندوق الإنماء. صندوق الإنماء ضخ فيه حوالي 13 مليار دينار على شكل أموال وعلى شكل شركات ومشاركات. ال 13 مليار هذه في لحظة قالوا لنا أدفعوا على حساب الأرباح لين تحقق الأرباح. الواقع هذه أنشئت كثير من الشركات اللي هي 4 شركات قوابض في مجالات السياحة والمالية والصناعية، و28 شركة ومشاركة، يعني المجموع 32 شركة ومشاركة. ما ضخ فيه وأنشئ من شركات لم يتم دفع كامل رأس مالها، لأن أول ما تنشئ شركة تدفع جزء من رأس مالها 30%، ثم في خلال 3 سنوات تكملها راس مالها. اللي حصل ان دفع للناس على حساب الارباح اكثر من 7 مليار دينار. هذه الاموال دفعت ل3 انواع من اصحاب المحافظ، اللي هي اصحاب المحافظ اللي هي تحت شريحه الضمان وتحت شريحه التضامن، والشريحه الثالثه اللي احنا بصدد الكلام عليها اللي هي شريحة ذوي الدخل المحدود
والبعض يسميها الأعمال الحرة. مجموع الشرائح كلهم 235 ألف محفظة، يعني حوالي ربع سكان ليبيا ياخذوا في محافظ. فيهم حوالي 135، أنا باش ندق على الأرقام نعطي الفكرة، 135 ألف هم شرائح جاية من الضمان والتضامن، وهذا ما اختيروا من ياخذ في أقل من 200 دينار أعطوه محفظة. إذا كان هو عنده ثلاث أطفال أو عائلته تتكون من ثلاثة أعطوه محفظة ب 30 ألف دينار، إذا كان من أربعة أعطوه ب 40 ألف دينار، إذا كان من خمسة أو أكثر خصصت لهم محفظة ب 50 ألف دينار. ثم جو قالوا أدفعوا للأولين 300 في الشهر، والثانيين 400، والآخرين 500 على حساب الأرباح. فبدأوا يدفعوا الواقع من رأس المال، وصل 7 مليار. الشركات معظمها ما حققتش مكاسب، يعني أقصى ما يمكن أن حققته في سنة من السنوات كان الدخل، ودخل هذا ما هوش حقيقي فعليا، لأن هي بيعت نصيب الصندوق في مصرف صحاري ومصرف الوحدة فاعتبروه دخل، فحقق 4.5%. ولما تعطي أنت 300 و400 و500 معناها تعطي 12.5% أرباح سنوية، فهو أنت تاكل في رأس المال فعليا. لما مجلس إدارة الحالي جاء للصندوق على رأس الدكتور الحرمين محمد الحرمين، مدل جهد كبير في اتجاهين، أولا هادوا ناسنا ويهمنا، وسبق جينا للمؤتمر وبارك الله فيكم في ذلك الوقت درتوا حل أنقد في ذلك الوقت هذه الشرائح. كانت مشكلتنا حاجتين، الشركات ومشكلتنا اللي قبلها اللي هم أصحاب المحافظ. أصحاب المحافظ هادو القانون اللي هو في سنة 2011 اللي هو الحد الأدنى للدخل أو الأجور 450 استثنى الناس اللي تاخذ في محافظ. فاحنا بدلنا جهد كبير تعدل هذا القانون بحيث أن الناس اللي تاخذ في 400 اللي تاخذ في محافظ ينطبق عليهم ويقدروا ياخذوا ال 450 زيهم زي بقية الناس الثانية، لأن مش ممكن الصندوق مستحيل أنه يقدر يستمر يدفع هذه المبالغ اللي ماش فيه فلوس. جينا هنا في 2013 ووضحنا الصورة هذه، ووضحنا أن فيه مستحقات لأصحاب المحافظ حتى ذلك التاريخ اللي هو في 2013 تصل 854 مليون، ومشكورين اعتمدتوا المبلغ وتم تجميد المحافظ وتم تشكيل لجنة من برئاسة لجنة رئيس لجنة المالية في ذلك الوقت، وأحد أعضاء من الأوقاف ورئيس مجلس إدارة الصندوق ومن صندوق الضمان والتضامن. للأسف اللجنة هذه لم تقم بأي عمل، فإحنا بدرنا كصندوق لأن إحنا اللي في الواجهة مع هذه الناس، لم يتم تحصيل المبلغ اللي هو 854 اللي هو في القانون، إطلاع في القانون 25/2013. كل ما تمكننا الحصول عليه بصعوبة شديدة هو عبارة عن 524 مليون في ذلك الوقت، رغم القانون فيه 854. هذا اللي قدرنا نحصله، دفعنا للناس مباشرة في خلال 3 أو 4 أيام، كان موجود في المصارف للجميع بالتساوي بقدر الإمكان، وقعدت الناس اللي ما خدتش في 2010 أو 11 وقعدت على أساس أن هي في 330 اللي هو لم تقوم وزارة المالية بدفع في ذلك الوقت. على العموم مشينا في الخط أن أصحاب الضمان اللي جايين من الضمان الشريحالي واللي جايين من التضامن تم ترتيب ذلك، واللي هم حوالي 135 ألف والآن ياخذوا في 450 زي الآخرين. المحفظة قاعدة باسمه، لكن هو أصبح ياخذ في 450، على الأقل احنا ضمننا بشكل أو آخر إنه هو يعيش على الأقل على الحد الأدنى. واصل طبعاً الخزانة العامة للدولة تدفع في حصة المضمون حوالي 11.25%، وهذه مبالغ تتراكم تباعاً وتدفع من خلال الخزانة لصندوق التقاعد، وصندوق التقاعد عند شركات استثمارية، فبنحاول نتواصل مع الصندوق لعل يتولى حتى في جزء. أستاذ محمد بسدرة.
الدفع والمساهمه معنا في حل هذه الاشكاليه ان شاء الله. اعتقد هذه معظم الاسئله. شكرا سيد وزير. تفضل استاذ حميد. في سؤال عندكم الاخوه صندوق الانماء ولا تم الاجابه عليه؟ استاذ احمد تفضل. حاضر هذا اللي اعطينا لهم توه. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على النبي بعده. السادة السيد رئيس المؤتمر الوطني والسادة أعضاء المؤتمر، السيد الرئيس وزير المالية أو وزير المالية، أحييكم تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا إذا كان في وقت إن احنا نحكم، معلش تحملوني شوية لأن ممكن نكون أنا آخر من تحدث في هذا. أي إدارة لو سمحت أنت له؟ أنا مدير صندوق الضمان الاجتماعي فرع طرابلس. تفضل. أحمد الحباشي. ممكن نكون احنا هي مستدعينا لهالإجراء هذا، لكن نكون احنا آخر ناس حكيت في الموضوع هذا، وممكن نوضح صورة على صندوق الضمان الاجتماعي والشغل اللي قدمه خلال الأربع أو خمس سنوات اللي الماضية، وش نتحمل من كاهل أو عاتق من أحكام صدرت بصرف بعض المصاريف أو ترفيع المعاشات اللي هي لهيئات الشرطة اللي هي الهيئات القضائية وديوان المحاسبة والخطوط الجوية الليبية. وبقرار السيد وزير السيد مجلس الوزراء اللي هو 271 بترفيع الحد الأدنى للمعاشات الضمانية اللي لحد الآن ما صارش فيها اي اجراء، لان اللي تحملت القرار يقول تحمل المصاريف عن الخزانه العامه او وزاره الماليه، هي اللي بتقوم بتحويل المبالغ اللي هي على سنوات من 2011 ل 2014. لكن ما دام هو ما اتفقش القرار معناها ما زال بتتحمل معانا وزاره الماليه العبء هذا. الرقم اللي هي ترفيع الحوافظ او الناس اللي رجعت من المحافظ اللي هي استثمارية اللي خداها وبالقرار هذا واحد رجع، رفعنا جميع المعاشات في 1/5/2015 مع صرف متراكم شهرين اللي هو 5 و6، بداية الصرف بداية في شهر 7. حاولنا قدر الإمكان أن نعالج مشاكل المضمونين وترفيع المعاشات بيتحملها الصندوق الضمان الاجتماعي اللي قبله من 1/4 اللي هي الترفيع من 1/4 ل 1/5/2015 لحد الان لم تصرف، واللي قلت الميزانيات او العامل اللي يحاول قدر الامكان نحن نكون قد المسؤوليه هذه. نجي لي حاجه ثانيه، اصرفنا متراكم الناس اللي تنازلت على الحوافظ من تاريخ تنازلها على الحافظه الى حين توصيل التنازل لصندوق، كل الناس اخذت متراكمها واخذت فلوسها على داير. الامور العدد المعاشات اللي يعاني اللي يقدم فيها او يخدم فيها صندوق ضمان اجتماعي لمستوى الدوله عدد ما يقارب عن 400,000 معاش في الدوله الليبيه. 400,000 معاش، يعني ما نجوش نقولوا ان 400، نقولوا 400,000 اسره لما نحولهم لخمسه حوالي 2 مليون فرد يحاول صندوق الضمان الاجتماعي يوفر لهم في حاجاتهم. صح هم اشتغلوا في الدوله الليبيه قدموا الكثير الكثير، لكن ياخذوا في القليل او القليل اللي ما يقدرش مرات المواطن انه يوفر له قوت يومه. لان لما تجي للحد الادنى تلقى 450 دينار وتجي المعيشه الموجوده في الوقت الحالي انها هي مش حتوفيه او تعطيه قدره لما تجي تلقاه لوظيفته او عمره الوظيفي يتجاوز ال 35 و40 سنه، يعني من الظلم انه هو يكون في المستوى هذا او انه هي يشعر ان الدوله ظالمته وبالفعل انه هو يكون مظلوم. لكن نحاولوا جماعه نكونوا ان احنا نقدموا لهالناس هديه لابائنا امهاتنا اجدادنا اعمامنا اخواننا، ان نحاولوا قدر الامكان ان نكونوا في الصوره معاهم ونحاولوا قدر الامكان نوفروا لهم او ان نديروا لهم شيء انهم يحسوا ان فيه
حد مهتم بهم أو حد قائم بواجبهم على سبيل خدماتهم اللي قدموها طيلة سنوات عملهم في الوظيفة في الدولة. نجيل الديون، بعض الديون المستحقة على وزارة المالية اللي كان يحكي عليها سيادة الوزير، هذه ديون تفاقمت وتراكمت وفاتت وتجاوزت 5 مليار. بالفعل كانت فيه لجان تشكلت لكن ما دارتش جدوى، نزلوا ما نعرفش في ميزانية 2014 أو 2013 رقم لليوم ما تسيلش، من ضمن حوالي 300 مليون لليوم ما تسيلش في 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 الإجراء هذا. قعدنا لحد اللحظة هذه ان احنا في جدل يعلم الله ان احنا كيف نوفروا او كيف نحاولوا ان احنا ناخذوا من الجهات العامة الإيرادات او الاشتراكات اللي قائم عليها صندوق ضمان اجتماعي، نهيك على الشركات الاستثمارية الوقت الراهن لا توجد شركات لصندوق الضمان، فيه شركات لكن شغل، الكل يعلم ان ما فيه شغل للشركات، فنادق مسكرة، شركات ما تشتغل، ممكن مصروفها اكثر من انها هي تكون قائمة، هذا شيء موجود، لكن اللي واقف عليه صندوق الضمان الاجتماعي وحفاظا على استقلالية وكرامة المراقب المالي. احنا درنا ان هذه المزايا تدفع من الوزارة وترصد في ميزانية الوزارة ولا تدفع من القطاعات الاخرى حتى لا تؤثر على الاستقلالية. فيما يتعلق بالقروض، اشرنا طبعا الان في اطار تفعيل ادارة المؤسسات وادارة الموارد المالية ستتخذ ان شاء الله خطوات، واحنا اتخذنا بعض الخطوات ورسلنا بعض الدول عن طريق الخارجية اللي استحقت الآن القروض متاعها، وحنحاول أننا سيد الرئيس نبدأ في الوصفة العلاجية لعلنا نجيب بها على كثير من التساؤلات اللي ممكن جزء منها تارى السيد فيما يتعلق بالصحة. فأنا لو تنتبه السيد الأعضاء هذه من الحلول العلاجية. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا النقاط الأساسية، أول حاجة طبعا هذه لابد نتفق فيها جميعا وكل القطاعات والمسؤولين على هذه القطاعات، بدءا بالمؤتمر الوطني وانتهاء بكافة القطاعات والمؤسسات الدولة، لابد أن نستشعر أننا نشتغل في ظروف غير عادية. يعني هناك أزمة عالمية، هناك ارتفاع في الأسعار، هناك انخفاض في أسعار النفط، هناك أزمة سياسية، هناك أزمة حقول، هناك مجموعة من القيود اللي أستاذ سيمان جم، هناك الأعضاء أرجوكم مش مقاطعات، هناك مجموعة من القيود اللي لابد كنا نعرف أننا نشتغل في وضع يعني غير طبيعي. وللمست الحقيقة في الفترة على الأقل الوجيزة أن الناس مش مستشعرين هذا الوضع ويريدوا أن ينفقوا كأنهم في وضع اعتيادي، تدفق كبير في الإيرادات النفطية، ويتصور في أنه يبني مستشفيات ويدير مركبات جامعية ويبي ما ينقصش عليه شيء في المكتب ويبي كل، لا، هي الأمر يحتاج مننا إلى ترشيد الإنفاق وترتيب الأولويات الحقيقة، وهذا راو ما يجيش إلا بتضافر كل الجهود. يعني نحن في وزارة المالية نحن خازن بيت مال المسلمين صحيح، ولكن لابد أن تكون الطلبات التي تقدمها الجهات تكون معقولة ومقبولة، وأيضا لابد تراعى فيها مصلحة الوطن. كل الجهات لابد أن هي تراعي معنا مصلحة الوطن، سواء لجان الأزمة، سواء الإخوان التوار والكتائب وما في حكمها، وكلها تراعي، والمؤسسات الدولة والمؤسسات المجتمع المدني وقطاعات، لما نطالب بمطالب لابد أننا نراعي الوضع الراهن ونطالب بما هو ضروري وأولى، ولا نتوسع في المطالبات متاعنا، ولأن هذا التوسع في المطالبات الحقيقة راو يجعلنا احنا في محك ونقعد في مطب انك انت تبي تلبي كل الاحتياجات في ظل وجود ظروف غير عادية. الأمر ليس بالسهولة، وبالتالي اعتقد ان اول نقطة في العلاج
هي ترشيد الإنفاق وترتيب الأولويات والعمل كافة أجهزة الرقابية لتقليل من الفساد المالي، وربما حتى استحداث نظام للمساءلة والذمة المالية، وليش لا، يعني يبقى الإفصاح والشفافية والحوكمة وقرارات الذمة المالية، كل هذه أشياء تحتاج إلى قرارات، وتفعل هذه القرارات حتى على الأقل نحن نقدر أن نخرج من الأزمة بسلام. يعني لابد من أن نكون نقص على أنفسنا شوية، لأن الأمر ليس طبيعي وبالتالي يحتاج لتضافر كل الجهود. هذا بالله سيد وزير لو سمحت، هنا في قرارات الذمة المالية نحن كأعضاء مؤتمر وطني قدمنا لقرار الذمة المالية في التحاقنا فقط، ليش ما عندكمش انتم مالية في خلال فترات متوالية للأعضاء المؤتمر الوطني، للوزراء، للمدراء المصارف، أن حتى كل 5 شهور أو كل 4 شهور أو أشياء مباغتة هيك من شيء، وإذا كان في شيء تناقض مع التشريعات بتقول كذا فتطرحوه علينا نديروا فيه تشريع معين أنه يسمح للجهات المالية والرقابية أن الناس المسؤولين يجب يقدموا قرارات ذمة مالية كلما يتطلب الأمر ذلك، مش غير عند المغادرة وربما حتى غادرت حكومات وانتهت، ولا حتى احنا كأعضاء مؤتمر لو انتهى مدتنا ما اعتقدش ان فيها التقييد هذا بحيث ان نقدم قرارات ذمة مالية، خاصة لا سمح الله متى تلحق شبهة معينة على أعضاء مسؤولين سواء في المؤتمر الوطني أو الحكومة أو الجهات السيادية ومصادر التمويل وعلى الأفراد والأحزاب والشركات والمؤسسات والناشطين، يجب أن دائما فيه ملاحقة وفيه متابعة وفيه شيء يندار بهذا الخصوص. هو ما فيش شك، وهذه طبعا أعتقد أن هي اختصاصات أصيلة للجهات الرقابية أكثر منها لوزارة المالية، قضية قرارات الذمة المالية ومتابعة الفساد المالي وضبطه وإلى آخره، هذه هي اختصاصات أصيلة للأجهزة الرقابية، لكن ما يمنعش أن وزارة المالية تكون طرف داعم لأي جهاز، ونحن على أتم الاستعداد للتعاون مع كافة الأجهزة، وأنا كلمت كل الأجهزة الرقابية وقلت لهم مستعدين كوزارة مالية أننا نتعامل معكم ونوفر لكم حتى مكان، وعلى استعداد لأي شيء في إمكانية أنه هو يساهم معنا في الحل يعني.